شركه الدراسه عامل ازاي وصور وحلاوه شغل سمر يا جماعه. الديتيلز بتاعته كده رهيبه. انا بجد بدات الف واروح واجي كده في الفرح وبصوا رقص وقد كده وفعلا درس خطير بجد وما تعبنيش خالص وخفيف جدا خفيف قوي بجد. شكرا جدا يا سمر على الدريس القمر ده. اشهر واحده يا جماعه تعمل دريسات وتعمل اي مناسبه، انا اصلا بجد بموت فيها. شكرا جدا من قلبي ليها. بقى شكل الدريس عامل ازاي وصور وحلاوه شغل سمر يا جماعه. الديتيلز بتاعته كده رهيبه. انا بجد بدات الف واروح واجي كده في الفرح وبصوا رقص وقد كده وفعلا درس خطير بجد وما تعبنيش خالص وخفيف جدا خفيف قوي بجد. شكرا جدا يا سمر على الدريس القمر ده. اشهر واحده يا جماعه تعمل دريسات وتعمل اي مناسبه، انا اصلا بجد بموت فيها. شكرا جدا من قلبي ليها. عايزه اقول لكم بقى القمر اللي انتم شايفينه ده بسببنا بجد، شطوره جدا عملت اللوك في ربع ساعه. بصوا هو عمال بيجري وهي عماله بالفرشه وبصوا مش ملحقين خالص، فهي بجد شطوره جدا وانجزتني بشكل مش طبيعي. بصوا عماله بتجري بجد ربع ساعه كانت مخلصه اللوك. اللوك شكله حلو قوي يعني من جماله، انا فعلا اللي هو ياخد ساعتين ثلاثه مثلا في التصوير. لا هي شطوره قوي قوي بجد والميك اب خطير. تسلم ايدك بجد يا قمر. تسلم ولا حبيتها جدا.